عشان خاطر يا ميد محيتي عندك ما تحرجنيش قدام صاحباتي. صاحباتك؟ هي مش كانت واحدة من شوية؟ أيوة هي واحدة بس، بس في جروب كامل يعني، عارف لو حصل أي حاجة هتفضحني قدامهم كلهم. ما تدينيش وعود بعد كده من غير ما ترجعي لي. أيوة. مين؟ صافي؟ طيب طيب آه، خليها تدخل. آخر مرة تعملي كده. صافي مختار. اهلا اهلا اهلا، وانت واقفه ليه؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك بتشوف البرنامج بتاعي؟ في الحقيقه لا مش متابعه، بس تقدري تقولي ان انا ابقى من اشد المعجبين بدايه من النهارده. طبعا دي حاجه تساعدني جدا. يارا قالت لك؟ اه قالت لي، بس للاسف مش هينفع، احنا الفترة دي عندنا ضغط كبير جدا، خصوصا في القسم اللي انت طالباه يا فندم. لا اسفة لو كنت معطلاك. لا مش معطلاني خالص ولا حاجة، أنا سعيد إن أنا اتعرفت عليكي، وأظن يعني إنك هتقدري موقفي. شور. نايس تو ميت يو يا صافي. جود باي. باي. استني يا صافي مجاني. أنا راجل محظوظ جدا إني شفتك النهاردة مرتين. ميرسي قوي على الكومبليمون اللطيف ده، وأسفة لو هعطلك تاني. لا مش هتعطليني ولا حاجة. أمال فين يارا؟ سبتها عشان أروح الاستوديو، وجات لي حتة دين فكرة جامدة جدا، قلت لازم أرجع أقولها لك. لا واضح إن الفكرة فعلا جامدة جدا اللي تخليكي ترجعي هنا تاني. إيه رأيك نعمل الحلقة وخلال العرض نطلب تبرعات للقسم المجاني؟ المستشفى عاملة شغل هايل، وأكيد الكل هيحب يشارك. رغم ان الفكره حلوه، بس انا برضه لسه عند رايي. انا مستغربه جدا رد فعل حضرتك. في حد يجيله دعايه مجانيه بالشكل ده ويرفض؟ انا يمكن لو كنت جيت لوحدك من غير مراتي كنت ممكن افكر. بالرغم ان انا مش فاهمه معنى الجمله، بس لو شايفها واسطه ولا حاجه يا سيدي اعتبرني جيت لوحدي. لو كده يبقى نتعرف بشكل جديد. تعرف صح؟ تعرفت أمي؟ نعم. استراحة، انت لازم تيجي الاستراحة. الاستراحة دي شاليه عندي في السخنة، هتعجبك قوي. قريب نروح نتعشى ونتكلم. آه أنا كده فهمت، وأسفة إن رجعت تاني. تعالي هنا أنا بكلمك، أنت هتسيبيني وتمشي؟